السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير وصحة وعافية، اللهم آمين. في مجمع التوكي في البناية الأقرب إلى محطة المترو، في شقة في الطابق 11، شقة كبيرة مكونة من 3 غرف وصالون و3 حمامات أكرمكم الله، ومطبخ وبلكونتين ومستودع. البناية فيها 3 طوابق مواقف سيارات تحت الأرض. هذه البناية مستقلة بذاتها عن كل مجمع التوكي، لها إدارة خاصة فيها ولها حديقة خاصة فيها زي ما هو ظاهر وسيظهر معنا أيضا في الفيديو. البناية تتميز بقربها من محطة المترو تماما، ولها مدخلين، مدخل رئيسي ومدخل خلفي. المدخل الخلفي بجوار مسجد صغير. هذه البناية من عدة زوايا. هذا المدخل الخلفي للبناية من جهة بناية التوكي، أما المدخل الرئيسي فهو من جهة محطة المترو. هذا المدخل من جهة الحديقة من جهة محطة المترو، تبعد عن محطة المترو حوالي 20 متر فقط. وهذه الحديقة خاصة بالبناية. الشقة في الطابق 11 في هذه الزاوية. خلينا نطلع فوق الآن. هذه المدخل، صالة المدخل للشقة، تقريبا مساحتها 3×4 متر. وعلى اليسار بيجينا المطبخ. مطبخ مساحته معقولة، حوالي 2.5×3.5 متر، وملحق به بلكونة لها إطلالة جميلة على الجبل. هذه إطلالة البلكونة. وهذا الشارع الرئيسي اللي في محطة المترو. نخرج من المطبخ. هذا الصالون، صالون كبير ما شاء الله، مساحته تقريبا 4 متر و20 سنتي في حوالي 6.5×7 متر. إطلالة غربية، إطلالة الصالون غربية. وفي البلكونة الثانية لها مدخل من الصالون ومدخل من إحدى غرف النوم. هذه الإطلالة الغربية. وهذه البلكونة الثانية تقريبا مساحتها قرابة 1.4 متر في حوالي 3.5 متر. وهذه إطلالة على باقي بنايات المجمع. الآن نخرج من الصالون. بجوار الصالون مباشرة في حمام صغير أكرمكم الله، مناسب للضيوف. عادة بيكون مرحاض بلدي أرضي زي ما انتم شايفين، وممكن تحويله بسهولة إلى مرحاض فرنجي. هذه أولى غرف النوم، مساحتها تقريبا 3.5×3.5، ولها مدخل على البلكونة الثانية اللي عند الصالون. بجوارها في مستودع تقريبا مساحته 2×2. وهذا الحمام الرئيسي في الشقة، كبير ما شاء الله أكرمكم الله، مساحته تقريبا 2×3 متر. وهذه غرفة النوم الرئيسية معها حمام خاص فيها. وهذه إطلالتها أيضا على جهة غرب بورصة. ونخرج من الغرفة هذه، نروح للغرفة الأخيرة. تقريبا مساحتها 3.20×4 متر، أيضا إطلالتها غربية. التواصل على الرقم المسجل في التعليق أسفل.